الوغ السؤال ديالك هو علاش هاد الوقيته بالضبط ناضوا مجموعه من الفنانين والفعاليات اللي كيهضروا في مجموعه من التجاوزات اللي كاينه على مستوى توزيع العائدات على ذوي الحقوق والمؤلفين من المؤلفين ومن الفنانين. فانا ما عرفتش السبب صراحه، ولكن كنشوف انه ماشي هذا هو بالموضوع، ماشي ديال النواه ديال الموضوع. الحاجه الايجابيه هو انهم خرج بالاحرى واحد الشخص اللي من موراه تبعوه ناس اخرين اللي قالوا اوي دونك خصنا كاملين نتكاتف الجهود وندرس، واللي عنده علاقه بالميدان الفني واللي ما عندوش علاقه بالميدان الفني. هذا دور منوط بمجموعه من الناس بمختلف الوظائف ديالهم والمهام ديالهم في المجتمع. دونك حتى الصحفيين راه خصهم يهضروا، هذه ضيغه ديال الوظيفه ديالنا كاملين. حتى الناس اللي عندهم صله بالميدان الفني، هذا موضوع كيعني فهمتي كيعني واحد المجموعه من الناس. دونك خص كلشي، خص تضافر الجهود وخص كلشي ينوض يهضر على شنو كيوقع. هذيك الساعات الا كان عندهم اللي عنده الحق راه غياخذوا، اللي ما عندوش الحق راه غادي يكونوا اسراءات في حقه. هادشي اللي كنتوسموا على الاقل. الدور ديال المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره هو زعما ماشي شي حاجه اللي كتحتاج بحث معمق باش تعرف شنو هو الدور ديالو، ولا انك تسول شي واحد باش تعرف الدور ديالو. كاين القانون الداخلي ديال المكتب اللي متوفر اصلا في لو سيت ديالهم، دونك هو اقرار ضمني ولا اقرار صريح ماشي ضمني بالدور ديالهم. وكاين القانون 2.0 في الماده 60 في الباب الثاني اللي كي ولا الابواب الاربعه ديال المادة 60 اللي كتوضح بالملموس شنو هو الدور ديال هذا المكتب. الدور ديالو منحصر في انه يسجل مثلا الحقوق والمؤلفات ديال الفنانين ديال المؤلفين ويحميها ويستخلص من الناس اللي كتستعمل هذه الحقوق، هذه حقوق ديال المؤلفين، يستخلص منهم الاموال ويوزعها بطريقه بحسبه معينه على حسب هاد الناس هادو فين تستعملات المؤلفات ديالهم. دونك هذا هو الميسيون الرئيسيه ولا الوظيفه الرئيسيه ديال المكتب. وعاد كاين واحد دي ميسيون وظائف ولا مهام مشتقه من هاد الوظائف الاساسيه. انا اللي كنتمنى حقيقه هو ان المجال الفني ومجال ديال التاليف يكون يتهيكل بالطريقه المثلى، الطريقه الصحيحه، وان الناس تاخذ حقها، لان ما بقيناش بغينا نشوفوا هاد البكائيات ديال الفنانين وهاد النهايات ديال المسارات ديال الفنانين اللي كتسالي بواحد الطريقه تذمي القلب. يعني كتشوف واحد الانسان مثلا اللي حتى بيت الكرامه في الدنيا ما عندوش، اولا مثلا كيواجه حكم بإفراغ فقط لانه مثلا ما عندوش فلوس باش يخلص كراه ولا باش ياكل ولا الطبيب ولا الحاجيات الاساسيه اللي كتضمن العيش الكريم. فملي كتشوف فنان اللي كيعطي واحد الشيء الكثير للمجال الفني كيسالي بهذه الطريقه هذه في منحى اخر عنده رزقه وعنده مجموعه من الحقوق اللي ما متوصلش بها، هنا كيبقى في الحال وتدير واحد العلامه استفهام كبيره وتقول علاش. الثقافه وحده من لي بيليه ديال المجتمعات، وحده من الامور اللي ضروريه وماسه في اي مجتمع على فوق البسيط. المجال ديال الثقافه وديال الفن راه كيبني شعوب وكيبني ثقافه وكيبني وعي في المجتمع. دونك راه مساله مهمه، وهاد الناس هادو اللي تيخدموا في هذا المجال هذا راه خصهم يعيشوا بطريقه مثلى اللي كتضمن لهم على الاقل الحد الادنى من الكرامه. اللي غادي الرساله اللي نبغي نوجه للاعضاء ديال القائمين على المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاوره هو يعيدوا النظر في الطريقه ديال التسيير ديالهم، الطريقه ديال التوزيع. يشوفوا هما مؤتمنين على واحد الحق، دونك يديروا بحساب هذه الامانه هذه، يشوفوا الخلل فين كاين ويمتلكوا الحد الادنى من الشجاعه انهم يغيروا هذه الاختلالات اللي كاينه، ويغيروا من الطريقه ربما ديال توزيع العائدات على الفنانين.
انا بعيد كل بعد على المجال الفني، ولكن دوري المانوط بيا كاعلامي كيحتم عليا انني نتكلم في هذا الموضوع وانني نوجه هذه الرساله هذه. فاللي كنطلب هو الحد الادنى من الشجاعه ومن الامانه من القائمين على هذا المكتب هذا، وانهم يتقوا الله في العمل ديالهم ويستحضروا الروح ديال المهمه المنوطه بهم والنبل ديالها والشرف ديالها. ولكن ما نقولش اكثر. رساله للمهدي بن سعيد الوزير ديال الثقافه والشباب والاتصال. صراحه توسمنا خيرا فاش تعلن على الاسم ديالو على راس الوزاره الوصيه بالقطاع ديال الصحافه والثقافه والاتصال والشباب. توسمنا كذلك ان املنا انه غادي يدير مجموعه من المشاريع ومجموعه من الامور على المستوى الميداني وكذلك على مستوى الاقرارات والقوانين اللي غيقترحها اللي غادي تزيد بهاد القطاعات اللي هو وصي عليها القدام. الى حدود اللحظه باقي متفائل بالوزير وبالكيب ديالو، باقي كنشوف انه كاين ثمار بغض النظر على الوتيره باش كتبان، ولكن كيبان انه كاين مجهودات وكاين على المستوى الميداني كاين مجهودات، وهذه شهاده حق. فاللي كنتمنى منه انه يواصل ويكثر من وتيره الانجازات في هذا المجال هذا، لانه فعلا مجال مهم، وبركه ما يكون هذا المجال هذا في الاخر ديال الليسته ديال الاولويات. كنظن انه جا الوقت اللي ميدان الثقافه يكون عنده اهميه ما بين الميادين والمجالات الاخرى اللي كتسهر عليها الحكومه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.